بكم مشاهدينا بحلقة جديدة من حكاية الوجوه. ضيفنا لهي الحلقة رح يكون شاهد على العصر بجدارة، عصر أحداث كتير أثرت على سوريا وعلى المنطقة بشكل عام. ضيف حكاية الوجوه لليوم هو العميد المتقاعد علي غانم عيسى. أهلا وسهلا بك سيادة العميد. أهلا بك، ورح أكتب بقناة أوغاريت المحلية راجيا لها أن تملأ الفضاء قريبا. رح نحكي بداية عن نشأة علي غانم عيسى منذ البداية، منذ الطفولة حتى الانتساب للكلية الحربية. نشأتي مثل نشأة أي ولد عاش بريف الساحل. طبعا يختلف الوضع ما بين هلق والأربعينات والخمسينات والستينات، كانت الأمور أصعب من هيك بكتير، أصعب من الواقع الحالي بكثير. المدرسة تبعد، أقرب مدرسة كانت تبعد شيء 3 كيلومترات عن المناطق السكنية، وبالتالي تلاقبنا مع هالظروف ونشأنا نشأة الحقيقة تعتمد على الذات بكثير من مراحلها، لأنه كانوا الأهل بيعانوا من شغلتين أساسيتين، الشغلة الأولى الفاقة والحاجة، والشغلة الثانية شبه الأمية أو الأمية بشكل كامل. يعني كان في وعي من قبل الأطفال لضرورة التعلم؟ هذا الوعي الحقيقة عززه وأظهره بشكل واضح وجلي الظروف اللي كانت تعيشها الناس، ظروف الأسرة الفظيعة، مثل ما قلنا الفقر، أحيانا الظلم والمعاناة، وبالتالي أقبلوا على العلم مشان يشوفوا منفذ للحياة أو مسرب للحياة. لذلك كان عندهم، تلاقي شعراء، هلا شعراء معظم كانوا هذيك الأيام من هالأرياف، طبعا بإيحاء من جمال الطبيعة، بإيحاء من الأحاسيس والمشاعر الجياشة، فلذلك أقبلوا الناس على التعلم، ومثل ما قلنا كانوا يمشوا مسافات طويلة لكسب العلم والمعرفة. المستقبل كان فقط بالعلم، مثل ما شايفين نحن الملكية كانت هون، يعني ملكية صغيرة، والملكية عصرت يمكن فترة الإقطاع والملكية كانت محصورة مثل ما تفضلتي بالإقطاع. المزارعين أو الفلاحين كانوا يعملوا لدى الإقطاع بلقمة العيش تقريبا، حتى كانوا يحرموا منها منشان يضلوا تحت رقبة هذا الإنسان. الملكية الفردية كانت بالنسبة لبقية الناس عبارة عن ملكية صغيرة لا تتجاوز حدود منزل أو حقل صغير، هذا لا يسمن ولا يغني من جوع. دائما الحياة متعلقة بهذا الإنسان الإقطاعي صاحب الملكية الأكبر. شو ذكرياتك عن فترة الإقطاع وفترة الأربعينات؟ والله يعني في ذكريات طفولة هاي، بس يعني أنا في عندي مرحلة عشتها طبعا بشكل أفضل من غيري. مرحلة الطفولة عشتها أكثر من أفضل من غيري بكتير. الوالد كان متقاعد وكان يتقاضى هذاك الأيام راتب 104 ليرات في الشهر، يعتبر مبلغ كبير بالنسبة لي، يعني مبلغ كبير، ونعتبر حالنا أنه كان بيتمنا معلقة من فضة، ما بنقول لا من ذهب ولا من غيره، قياساً بالمجتمع، قياساً بالناس اللي حوالينا. مع العرض أنه كانوا بعض الناس مزارعين لدى الإقطاع كانوا يشتغلوا ويتعبوا ويجهدوا، وكان مردودهم أحياناً كويس ومردودهم أحياناً يستولى عليه الإقطاعي بمعظمه ويعطيه الفتات، لكن كانت حياتهم إلى حد ما فينا نقول من الوسط فما دون. لكن بالنسبة لنا نحن ما كان عندنا لا تابعين لا رجل إقطاع، ولكن تابعين كان عندنا شفة أرض لا تتجاوز دلومين ونص، لكن كان الدخل الراتب الشهري
كان هو يسد الحاجة ويتجاوزها. نحكي عن دراستك على اعتبار بهذيك الفترة كانت عدد المدارس قليلة بالضيعة. والله مثل هالأجيالنا مثل جيلنا كنا نطلع سوا على المدرسة هاي اللي المدرسة الوحيدة اللي كانت بهالمنطقة هاي، وكان فيها ثلاثة غرف، غرفتين للتعليم وغرفة غرفة لإدارة المدرسة، علما بأنه المدرسة كان فيها أستاذ واحد اسمه نديم سليمان خير بيك الله يرحمه، وراح كان يعلم من الصف الأول للصف الخامس وحيدا، ما في حدا معه. وأنا بتذكر تماما عمره ما تأخر دقيقة عن الدوام. قديش كان عدد الطلاب بهاي الغرفتين؟ والله كان في يعني بحدود 50 واحد، يعني بصفوف كلها ما كان أقل من 50-60 واحد، وكانوا يحجي من جميع القرى المجاورة لعين شقاق، من كرم فوزي، من ديروتان، من طبرجة، من القرى المجاورة لعين شقاق، من جفتالة اللي كان ضيعتي أنا. فكنا نروح كلياتنا ونجتمع بهالمدرسة مو أقل من 50-60 طالب أو تلميذ، وكان يعلمهم وكان يطلعوا بمستويات كويسة، يعني طلعوا بمستويات كويسة. والشاهد على ذلك كان الابتدائية، يعني ما بتذكر يعني بس ما كنا أقل من 15 واحد اللي قدمنا على الابتدائية، نجح منا 10 بهالظروف التعيسة وبالظروف اللي ما كنا نحسد عليها، لكن مثل ما قلنا كانت هالظروف دافع لي إنه الواحد يتعلم ويكتسب المعرفة وحط أمامه هدف النجاح، هذا كان هدفه الأساسي. منتابع حديثنا لقبل الانتساب للكلية الحربية، خلصنا الابتدائي وبدنا نروح ندرس بالثانوي أو بال كان ثانوي تجهيز، كانوا يسموها التجهيز، ما كان في مدارس إعدادية أو متوسطة وبعدين ثانوي، ما كان في، كان تجهيز، كان ضمن المرحلتين المتوسطة والثانوية. جدا بلان سجل بجبلي، المهم ما صار، ما وافقونا بسبب أنه ما في استيعاب، المدرسة تعبت، فاضطرينا بعدين ننزل على اللاذقية نحن والأهل كلياتهم. الأهل نزلوا من شان تتعلم، نزلوا من شان نتعلم. كان في وعي بأهمية التعليم حتى من قبل؟ والله نحن كسبنا شو بدي أقول لك، الإلحاح على التعلم من وراء تحريض الأهل، يعني ما في ثروة ولا في إنتاج ولا في دخل إلا الشهادة، كانوا يحرضونا هيك، تحمل الشهادة تنجح في حياتك، ما بتحمل الشهادة يقولوا بالبند العريض مثل ما بيقولوا بتضل ريعي ترعى غنم أو ترعى ماشي. فلذلك نزلنا على اللاذقية وسكننا باللاذقية وسجلت بثانوية الوطنية اللي هي كان اسمها الكلية الأرثوذكسية، وبهذاك الوقت يعني ب53 كنا ندفع 15 ليرة سوري قسط شهري، يعني كان في 3 مدارس بعتقد بهذاك الوقت خاصة باللاذقية، مدرسة الأرض المقدسة الأب سالم كان يسموها، والأمريكان، والثانوية هاي الوطنية الكلية الأرثوذكسية، فكنا ندفع كل شهر 15 ليرة. درست المرحلة الإعدادية فيها، وبعدين انتقلنا إلى الشاب، توفى الوالد بال55، وكنت أنا أكبر إخواتي الذكور، وبعد ما في لا إنتاج ولا شيء عندي خال كمان توفى الله يرحمه واحتضننا نحن، وقال بتروحوا بتسكنوا معي بالشعب، خال وحيد ما في غيره، فرحنا سكننا بالشام. وبعدين تابعت دراستي كمان خاصة ودراسة ليلية، كان يعني في بالشام كان في مدارس تعلم ليلا. ليش؟ في كان ظروف انه الواحد اذا صار له شيء شغله يشتغل بالنهار، يمارس له عمل يدخل له شويه مصاري. كان عندي انا حدث خاص، وكنت احفظ هذا الحديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه، اليد العليا خير من اليد السفلى،
والله خالي ما كان يقصر، كان يعطي ويدفع مصاري وما يقصر نهائيا، وكان عنده سيارة شحن يروح يسافر فيها إلى بغداد إلى الخليج، وكان دخله منيح. فقلت أنا بدي دخل، لازم دخل، واشتغلت بمكتب ضارب آلي كاتبي عند واحد من بيت أبو بوشناق أصله توانسي، وكان يعطيني بالساعة ليرتين. أنا كنت مبسوط، كنت مبسوط جدا. كانت أول مرة بتشتغل فيه؟ أول مرة بدخل، يعني كان في دخل. هذا الحكي يعني بأي عمر؟ بالمرحلة الثانوية؟ هذا كنت بالمرحلة الثانوية، يعني هاي بال 58 هيك، بس بالشكل 58 57 58 58. فالمهم بأحد الأيام أنا راجع الساعة شي 9 المساء من المدرسة، شوف خالي جاي واصل من السفر غضبان زعلان، مساء الخير ما كان يرد، بدي جبت وإن شاء الله المصاري وزدتهم بيطلعوا لي 3,000-4,000 ليرة، بدك مصاري خود لكن شغل ما في. بدي اشتغل، وقال لي شغل ما في، أنا اشتغل وأنت بتدرس، هيك كان الكلام. وهذا بنرجع للنفس القروي، انه بدهم اولادهم يتعلموا، الحاح على التعلم، الحاح. علما بانه كان دخله منيح وما عنده اولاد، ما كان عنده اولاد بالمره. فبطلت وتابعت الدراسه، وبعدين اخذت البكالوريا. بهاي المرحله بين 57 و 58 كان في احداث سياسيه كثير مهمه. والله كان في أحداث سياسية، ظهر على ساحة الوطن العربي رجل الحقيقة لحد هلا منعتز فيه هذيك المرحلة ومنقدرها، اللي هي جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر كان ظاهرة فريدة من نوعها على ساحة الأمة العربية، الوطن العربي كلياته، وبالتالي كانت الجماهير العربية متشوقة لرجل يقود هالمجموعة البشرية، اللي يقودها باتجاه الطريق اللي بدها إياه، باتجاه الكرامة، باتجاه الوجود، باتجاه الاعتزاز. كانت طماحة هالبشر لهيك نوع من القيادة. السبب أنه كانت العالم تقريبا طالعة من ربقة الاستعمار بوقت قصير، يعني ما كان صار من زمان، وتحكم، يعني فينا نقول طبعا بتفاوت نسبي، تحكم بالحديد والنار الشعوب كلها. سوريا من هذاك الوقت، من وقت الاستقلال أو ما بعد الاستقلال فترة بسيطة، وضعت كل إمكانياتها للقضية الفلسطينية، إمكانيات البشرية والاقتصادية، وكان طالعة من الاستعمار جديد ومنهوبة. كيف أثر هذا الفكر عليكم كشباب؟ والله تمثلنا هذا الحمل بكل طيبة خاطر، وكنا نقول نحن هذه قضيتنا الأولى وقضيتنا الأساسية، وما في كرامة ولا في حياة ولا في هدوء ولا في استقرار ولا في سلام إلا ما ننهي هذه القضية ونرجع الحق لأصحابه. هذا قولا واحدا. كان عندك نشاطات سياسية قبل الانتساب للكلية الحربية؟ يعني كلنا كشباب سوريا عندهم وعي سياسي. أنا وبقول له لهلا أنه رغيف الخبز بسوريا كان مسياس، مو بس بعد ثورة 8 آذار، لا، حتى قبل الثورة، حتى قبل الاستقلال، الشعب اللي ناضل ضد المستعمر بكافة شرائحه، بكافة انتماءاته، بكافة بيئاته، هو الشعب السوري. تاخديه من القنيطرة إلى حلب، إلى دير الزور، إلى الساحل، كانوا وإلى السويداء، كانوا كلياتهم ينسقوا مع بعضهم البعض، ووحدوا جهودهم وضد المستعمر. الغاية الأساسية هو تحرير سوريا من هذا الاستعمار البغيض.
ونجحوا. نجحوا بشغلتين. الشغلة الأولى أنه الشعب كلات التف حول بعضه، الشعب كلات وحمل القضية الواحدة، طبعا الأولى اللي هي كان الاستقلال أثناء الاستعمار. الشعب كلات وحمل القضية الأهم فيما بعد، بناء الدولة وبناء ذاته وتجديد الإمكانيات والطاقات البشرية والاقتصادية لتحرير فلسطين. شو كان دوركم كشباب؟ والله كنا رحنا توزحنا نحن كشباب إلى الأحزاب العلمانية في هذا البلد، منهم من الأحزاب العلمانية مثل مين بتقصد؟ حزب منهم الباز؟ من صار بعشيا بعش العرب الاشتراكي، كان بعش العربي وكان الحزب الاشتراكي فيما بعد اندمجوا صار حزب البعش العربي الاشتراكي، الشيوعية، القومية السوريين، وكان في أحزاب تانية. طبعا أنا بعتبرها بجوز كون غلطان، إنما كانت هاي صنيعة فرنسا، وهو الحزب الوطني وحزب الشعب. هالحزبين كانوا على غرار ما هو قائم حاليا في بريطانيا، حزب بيستلم الحزب الثاني بيكون بالمعارضة. كانوا هيك مرتبين الأمور، أنه والله مرة حزب الوطني بيستلم حزب الشعب بيكون في المعارضة والعكس صحيح. لكن دخلت الأحزاب العلمانية إلى ساحة الوطن على صعيد المجتمع السوري، وبعدين انتشرت إلى لبنان، انتشرت في بعد إلى الأردن، وانتقلت إلى مصر، خاصة في مصر، وكان أكثر شيء في ليبيا. ليبيا كان انتقلت فيها الأفكار هاي العلمانية بشكل واسع، وانتشرت مباشرة بشكل أفقي على صعيد المجتمع الليبي. حتى كان تنظيم الحزب البعث العربي الاشتراكي في ليبيا كان ممتاز، وباليمن، باليمن لحد هلا باليمن تنظيم البعث العربي الاشتراكي تنظيم قوي وممتاز. هاي الدول للأسف اليوم عم تتعرض هاي بدل دلالة قاطعة على أنه الأحزاب العلمانية اللي هي أدركت حجم الهجمة على هالبلد، على هالوطن. الهجمة ليست بقى انه والله من حيث الاستعمار، لا، صار الهجمة هو سرقة الخيرات، وصار في مستعمر اخر بدهم يحاولوا ينشروه اللي هو الاستعمار الصهيوني وربيبته اسرائيل في المنطقة، اللي زرعت زرعا في قلب الوطن العربي من شان ما يكون في لقاء إلا ضمن دائرة معينة بتحويطها أو بتحويله مثل ما بيقولوا في الطرقات العامة. لذلك نحن هذا الموضوع كمان ساهم فيه، كمان نحكي لله وللتاريخ، ساهم فيه مرحلة عبد الناصر، جمال عبد الناصر، ونبه الشعور القومي إلى أبعد الحدود من خلال تبنيه لهالشعور القومي، من خلال تبنيه لوحدة الشعب العربي، لوحدة الأمة العربية. كان بكل جوارحه شخصياً، يعني بقول شخصياً، هو كان متبني هذا المنحة بطريقة كثير رائعة وصحيحة وسليمة وشفافة. لكن بطانته كانت بطانة غير صحيحة، واللي أثبت سوء بطانته ما حصل من أنور السادات ولهجنا. نحكي عن انتسابك للكلية الحربية، هل هاي الظروف اللي حكيت عنها والأحداث السياسية كانت سبب بانتسابك للكلية الحربية؟ طبعا قبل الثورة كان دخول الأحزاب العلمانية للكلية الحربية ممنوع، تقريبا ممنوع، لسبب أنه كان في هيمنة على الكلية الحربية، وكان الجيش هو عماد السلطة، الجيش والقوات المسلحة هي عماد السلطة، وهي اللي بتحمي السلطة، وهي اللي بتنفذ مآرب السلطة، كأنه على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الخارجي بشكل محدود جدا. حتى ما كان
كثير من الناس يعني كانوا يوقفوا ضد هذا التيار. إذا في حدا من السلطة يتحرك باتجاه القضية مثل ما قلنا القضية الأساس اللي هي قضية فلسطين. الجيش كان موارده أو أقلية تسليحه كانت هي الدول اللي خلقت إسرائيل، كانوا بريطانيا ولا فرنسا. هل يعقل أنه والله يتسلح الجيش أو الجيوش العربية تتسلح بسلاح متميز ومتفوق من شان ضرب إسرائيل؟ لا، لذلك كانوا يعطوهم أسلحة بالقطارة ومعظمها كان فاسد، وأثبت تجربة هذا الشيء جيش الإنقاذ وما جيش الإنقاذ في يوم الأيام اللي حاول يحرر فلسطين، أعطوهم أسلحة فاسدة وكانوا الموردين طبعا جابوا الأسلحة والزخائر جابوها من بريطانيا وفرنسا. هيك كانوا يحكوا لنا وهيك لمسنا وهيك انحكى، وكتير طلعت كتب ونشرات وشغلات تثبت هذا الكلام، وتأكدوا أنه الجيش الإنقاذ تعرض إلى هزيمة منكرة وإلى قتل فظيع من خلال هالذخيرة الفاسدة والأسلحة المتواضعة جدا واللي ما كان تجدي فتيلا، مع أنه انعطل الإسرائيليين انعطوا بشان يثبتوا مواقعهم انعطوا أسلحة فتاكة بهديك الزمن بكل زمن بزمنه. هلأ غاهدين أسلحة فتاكة ونحن في القرن 21 وكل مالهم عم بياخدوا الأسلحة الأفضل. لذلك لجأوا العرب فيما بعد إلى مصدر آخر هو المصدر الشرقي، المصدر الروسي أو الاتحاد السوفيتي، وبالتالي يعني جابوا شوية أسلحة تقريبا بتوازي السلاح اللي كان جاي. طبعا بعد ما تغيرت صارت مثل ما قلنا صارت ثورة 8 أدار. شو ذكرياتك عن ثورة 8 أدار؟ والله ثورة 8 أدار هي نقول عنها بجملة بسيطة هي إنقاذ للشعب العربي من هيمنة وسيطرة شغلتين أو اتجاهين، اتجاه الاستعماري والاتجاه الإقطاعي، هذا قولا واحدا. حررت المواطن من تبعيته من خلال مصدر رزقه، طبعا الإصلاح الزراعي وتوزيع الثروة وفتح المنشآت التعليمية، فتح الوزارات للوظائف والتوظيف، كان التوظيف حصرا بجهات معينة وبمستويات معينة وبشرائح معينة. كانت الكلية الحربية كمان ممنوعة لكثير من الناس مثل ما قلنا، الأحزاب العلمانية كلها كان ممنوع حدا يدخلها، كانت تخرج اللي عنده فكره فقط أو تستقبل اللي عنده فكر فقط هو رجع قولا واحدا. يعني في الأخير هالأبواب فتحت لهالشباب وفتحت لهالناس اللي هي تواقة لرفع سوية الوطن، رفع سوية البلد، بناء البلد بسواعده بإمكانياته بعقوله بتفكيره بالمعارف اللي وصلوا لها، وبالتالي نشأت البلد طلعت البلد. وكانوا حاسبين حساب إنه هالنهضة اللي بدها تصير في هالبلد بدها تتعرض إلى كتير من التآمر، إلى كتير من تفتيح العيون مثل ما بيقولوا، وبالتالي يعني حطوا الاحتمالات، سارعوا في البداية كانت بناء الجيش، لأنه نحن دولة مهما كانت قوتها الاقتصادية وإمكانياتها الاقتصادية والبشرية إذا ما في قوة مسلحة تحمي هذه القوة الاقتصادية والقاعدة الاقتصادية لا تساوي شيئا، معرضة للنهب، معرضة للاستغلال، معرضة للسرقة، معرضة لكثير شغلات. لذلك كان بناء القاعدة الاقتصادية وبناء القوات المسلحة بشكل متوازي ومتوازن، وبالتالي اعتمدنا على أصدقاء وكتلة كانت كبيرة جدا، الاتحاد السوفيتي والصين الشعبية كانوا كلياتهم في هذا الفلك، وإمكانياتهم كان بهذاك الزمن إمكانيات ممتازة.
يعني المحور الموجود هلا كان من هذيك الايام عم يتشكل. طبعا طبعا يعني الاتحاد السوفيتي هلا محور المقاومه. الاتحاد السوفيتي لقول لك شغله، الاتحاد السوفيتي كان نهجه طبعا الماركسيه يلتقي نوعا ما مع حزب البعث. طبعا فكر علماني، بس يعني كانوا يروجوا عن الماركسية الكفر والإلحاد. ليش كانوا يروجوا الكفر والإلحاد؟ طبعا كارل ماركس في يوم الأيام قال الدين أفيل الشعوب، عم نشوفها هلا. يعني هلا إذا بنحكي هلا بهالوقت هذا عم نشوف هلا الدين، أنت روح عبود ربك بالطريقة اللي بدك إياها، الدين لله والوطن للجميع. يعني بس ما يكون تعصبك الديني يقتل جارك، يقتل صديقك، هذا عبارة عن تخريب معنوي، تخريب نفسي، تخريب مادي، تراجع المجتمع عن رفع السوية، عن النهضة العمرانية. بيلتهي والله هذا جاري فلان وهذا جاري كذا وهذا جاري كذا. يا أخي أنت عبود ربك بالطريقة اللي بدك إياها، لا تهدي من الله يهدي من يشاء، وانتهى الموضوع خلاص. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ما بقى في يعني والله أنا بدي أسوي لهذا مثلي أو هذاك يساويني مثله، هذه انتهت خلصت. لكن في هدف لعين، هدف خبيث من شان تمزيق المجتمع الواحد. قلنا عبد الناصر عمل الفي لهالعالم، البعث العربي الاشتراكي عمل الفي لهالعالم، الاحزاب العلمانيه ضبط الناس كلياتها في بوتقه الشعب الواحد. فكيف بده يخربوا؟ كيف بده يخربوا هالوحده الوطنيه، الوحده الشعبيه؟ بده يخربوها بهالمسارب اللي هي بتيجي عن طريق الدس الديني الرخيص التافه. ما حدا كلفهم، لا رب العالمين ولا رسله كلفوا هالعالم انه يهدوا الناس او يقول هذا يتهمه انت كافر وهذا مؤمن او هذا زنديق وهذا ملحد. ما حدا ما على اي مقياس. هذا الفكر كان هذا كان تماما. نحن هذا بنحاربه، نحن كنا نحاربه وتعرضنا هو باللاتقي. هو ايام وقت كنا بالدراسه باللاتقي كانوا يطلعوا الاخوان المسلمين مظاهرات، نطلع نحن ضد المظاهرات. واللي بيعرف كان سينما الدنيا هناك اسمها سينما الدنيا بتذكرها هالساحة الصغيرة، يا ما صارت مشاكل بيننا وبينهم وقتير وضرب ويجوا على المدارس يكسروا بلور المدارس بالحجار. يعني كان في توجيه للعالم انه يضل هيك فيه عنف بين الناس. طبعا الغاية لهن رح يسوونا أخوان مسلمين ولا نحن رح نسوين بعشين. الغاية إنه تقليب النفوس ونشر الفوضى. لا تقليب النفوس إنه يضل فيه هذا عدو وهذا عدو، هذا صديق وهذا صديق. يعني حتى تغيير الأعداء يعني حتى تكون من الداخل. يعني أيوة يعني يكونوا يشغلوا الشباب ويشغلوا هالفكر اللي عم بيسعى يكون بالأفضل إلى الأفضل، يشغلوه بالشغلات السخيفة الداخلية. نرجع على الكلية الحربية وانتسابك للكلية الحربية يعني الأحداث السياسية اللي كانت بهاي الفترة. طبعا مثل ما قلنا يعني كان الأحزاب العلمانية نادرا ما حدا يروح إلى الكلية الحربية. فبعد ما صار ثورة 8 أدار وقلنا بدي نبنوا القوات المسلحة مع القاعدة الاقتصادية، وهذا مبدأ عالمي، مبدأ الدولة، مبدأ بناء الدولة. أنا ما فيني أبني قاعدة اقتصادية بدون قوات مسلحة، والقوات المسلحة من شان تنبنى بدها قاعدة اقتصادية تأمنها وتأمن لها مستلزماتها. فهذين الشيئين كانوا بدوا يطلعوا بالتوازي. رحنا إلى الكلية الحربية. الكلية الحربية نحن طبعا ب 63 بعد الثورة كنا رقم بتذكروا 333 واحد. فدخلنا الكلية الحربية وتخرجنا
بفترة طبعا قصيرة جدا، لكن كان فيها ضغط معلومات، كان فيها ضغط تجهيز بدني ونفسي وعلمي بذات الوقت. تخرجنا بحدود سنة وشوي، بعدين رحنا تبعنا دورة صاعقة لمدة 45 يوم، وهي اللي خليتنا نحافظ على بنيتنا الجسدية حتى الآن. وبعدين رحنا إلى التشكيلات والقطاعات المقاتلة. طبعا يعني بهالفترة هاي تعرضنا لكذا حالة تصفية، نحن كدورة، هاي الدورة اللي سموها فيما بعد دورة البعث الأولى. كانت كلها بعثيين؟ يعني كل الناس راحوا بعثيين، واللي ما كان بعثي كان صديق للبعثيين. يعني البيئة هي كانت، يعني كانت كلها بفكر، كلها فكر واحد، ورايحين لهدف واحد، وهو انه حماية هذا الوطن من اعدائه ومن خصومه، كانوا في الداخل ولا في الخارج. فتعرضنا لكثير من حالات التصفية، يعني ما تركنا بحالنا منه. المرات كنا كشفوا شغلة ضمن الكلية بحمص، تعرف المهجع بيجي قد الصالون مرة ونص، في حوالي 40-50 طالب، له باب واحد إذا زدته قنبلة دخانية صغيرة هيك قدها، والناس نايمة ما حد بقى يعرف إنه بده يطلع، يعني الناس بتفطس بأرضه، وممكن بمتفجرات، ممكن يعني. المهم كشفوا هذا الموضوع في آخر لحظة، أيقظونا وطلعنا. وبعدين كانوا الناس التاني المكلفين ألقي القبض عليهم. هذا طبعا يعني مثل ما نحن حاسبين حساب إنه هودة بدن يحمي الوطن، كمان العدو أو الطرف الخارجي بده يحسب ينتهوا منه، ينهوا منه مشان هن يدخلوا. طالما هذا الموجودين بجوز صعوبة هدوك ما في يدخلوا، عرفت علي كيف؟ فلذلك بيصفوه لهالمجموعة اللي هي بدها تكون في يوم الأيام قادة لهذا الجيش، وتحمي هالثورة وتحمي هذا الوطن، لا بل وتصدر الثورة إلى أقطار أخرى. المرة الثانية كمان كنا عم نعمل عرض عسكري في دمشق، بعتقد بمناسبة 8 أدار كمان الثورة إذا ما خانتني الذاكرة، أو 17 نيسان ما عاد بقى. فكان التجمع، نقطة تجمع الكلية الحربية كلياتها في ساحة المويين، ساحة المويين من جهة مكتبة الأسد حالياً. فكمان كانوا محضرين صهريج فوق مكتبة الأسد بالنجلة هاي، كان الشارع وقتها اتجاه واحد ما في جزيرة بالنص، صهريج معبى بالبنزين والمتفجرات وبدون شوفير، بس يحل له هذا الفراملين بيزل لحاله، وفي معه شريط وصول إلى صاعق متفجر أو مفجر، والصاعق موجود هذا بس يوصل للساحة ضمن الكتل البشرية الهائلة. كان ممكن يعمل مجزرة، كان يعمل مجزرة، بس الله كبير. يعني كمان في آخر لحظة اكتشفوا أشياء، اجوا الباصات فورا، حملوا الباصات وطلعنا إلى معسكرات الحميدية، كانت قريبة محل هلا كلية الهندسة وكلية الحقوق هذه المحل. أي فهي المرة الثانية. المرة الثالثة كنا كمان عاملين عرض عسكري بمكان، كانوا ياخذونا يفتخروا فينا، يعني شباب اخذينا من محل لمحل وراجعين إلى حمص، كمان بنفس حمص كانت الشوارع خالية. نحن شفنا الشرطة العسكرية راقبين بالوسط، ما بنعرف شو صاير. وصلنا إلى مكان معين، لقينا في دبابات وما دبابات وشغلات المقابل، قلنا إلا فيش، أخذونا على الكلية مباشرة. كمان كان في كمين للعالم إنه يضربونهم بالوسائط النقل.
فالله سبحانه وتعالى أنقذ الناس وبدأ تمشي الأمور ومشيت والحمد لله وتخرجنا والتحقنا بوحداتنا فيما بعد بعد الدورة الصاعقة وكنا مثال يحتذى للضابط الشريف النزيه المقاتل الصحيح المدافع عن الوطن. نحكي عن بداية كثير مننا ناس تعرضوا لاستشهدوا ومننا ناس كثير تعرضوا من دفعتك؟ ايه وكثير من رفقاتنا لأنه كانت دفعتك كثير مهمة لحتى تعرضت لكل هالمحاولات التصنيع. بعشية كله بعشية ومثل ما قلنا هذا قاعدة جيش المستقبل يعني وصلوا استلموا قيادة الجيش يعني وصلنا مرحلة استلمنا قيادة الجيش وبعدين ما كنا كمان نجيب الناس وندربهم على عقيدتنا على أفكارنا على يعني وكانوا متجاوبين ولقينا ذخيرة ممتازة بمجتمعنا وبشبابنا من كل نواحي سوريا وجيشنا كان مثال يحتذى بالجيوش العربية وكانت إسرائيل لا تهاب أي جيش من الجيوش العربية إلا الجيش السوري لأنه كان يبنى على عقيدة قتالية ضد إسرائيل حصرا وبالتالي كانوا يهابوه ويخافوا ما حدا خاض معهم حروب غير الجيش السوري يعني هلا الجيش المصري جيش حصرناه ومشينا معه ومشي معنا لكن تعرض لنكسات خيانية فظيعة يعني خاصة في مرحلة أنور السادات يعني سيء الذكر خلينا كله سيء الذكر يعني بعرف أنا أنه هذا الإنسان بحرب 73 هاي قبل ما نوصل لمعرشي بحرب 73 مارس ممارسة كانت في 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 منتهى الخيانة والعمالة وما كان بيستاهل عليها إلا الإعدام إعدام هو لفيفه فعمق سينا نحن كضباط صغار كنا نقباء كضباط صغار كنا نحسب عمق سينا 400 كيلو متر والجيش السوري دخل وصل إلى شواطئ طبرية الوتيرة السريعة اللي مشي فيها الجيش السوري حتى يسمح للجيش المصري بعبور قناة السويس وخط بارليف اللي كانوا عاملينه بأقل خسائر فعندهم بناء جسور وعندهم جرف الساتر الترابي وعندهم عبور دبابات وآليات ثقيلة عندهم مليون شغلة وشغلة يعني بياخد هذا بيستهلك نص الجيش المصري يتدمر على القناة قبل ما يخلصوا عبور فالوتيرة العالية اللي نفذ الجيش السوري سحبت الهم العسكري الإسرائيلي باتجاه الجولان باتجاه الجبهة السورية رح نخوض أكثر بحرب تشرين تحريرية لكن بالجزء الثاني من لقائنا مع حضرتك بنحكي عن بداية استلامك لمهامك العسكرية بنحكي عن هذه المرحلة مثل ما قلت لك نحن تخرجنا بال 65 التحقنا بالوحدات والتشكيلات المقاتلة طبعا بتقريبا أواخر 65 ورحنا عجبة نحن مقاتلين رحنا على القليطرة وعلى الحد الأمامي اللي متاخم للأراضي الفلسطينية هناك يعني مثل الوتير كل فترة وفترة يصير اشتباك ونشتبك مع العدو وكانت هي عبارة عن تطعيم معركة يعني نحن بجوز مثل ما قاسينا في التدريب وانشدينا في التدريب وكان تدريب عنيف يعني دربنا تدريب عنيف لكن اللي شدنا هناك أكثر هو الاشتباكات اللي كانت تصير بين الفترة والفترة وبمختلف أوقات النهار والليل فيعني خرقنا هيبة العدو خرقنا هيبة العدو وصار عندنا نوع من الثقة بالنفس والاعتداد بالنفس والاعتداد بالسلاح والاعتداد أكثر شيء بالقيادة يعني من بداية ونحن مؤهلين يعني نحن يعني مشحونين نحن مشحونين من البداية نحن مشحونين بهذا الفكر
ونحن مشحونين بالعداوة للصهاينة ولا إسرائيل اللي هي احتلت فلسطين وشردت الشعب الفلسطيني من أرضه هلا. وكرموه عندنا للشعب الفلسطيني، عملوه معاوض المواطن الفلسطيني، وما صاروا بأي قطر عربي مثل ما صاروا لا بلبنان ولا بالكويت ولا بالعراق ولا في أي مكان. الإنسان الفلسطيني عاش بسوريا عيشة المواطن السوري العربي السوري لهلا بيحكوا فيها. لهلا بيحكوا فيها ايه لهلا المواطن السوري. نحكي عن نكسة 67 ايه. فراحت يعني هي عم تتفعل الأمور، العدو ومن وراءه عم بيراقب تطور سوريا. الوحدة اللي صارت بين سوريا ومصر كانت كمان فركة إذن لحلفاء إسرائيل ومن وراء إسرائيل واللي خلق إسرائيل، يعني بمعنى آخر لأمريكا وأوروبا الغربية. الوحدة كانت مرعبة، الوحدة كانت مرعبة، وهن حاسبين حساب يعني إذا هاي الوحدة بين سوريا ومصر، وكانوا يقولوا يا أخي عبالوا وحدة مع مصر لنشو، الأردن أقرب، لبنان أقرب، العراق أقرب، هادون ما عم بيسوي وحدة بدنا نسوي وحدة. وكانت الوحدة مع مصر أولا، وهذا تمايز بين يعني بين الشعبين، تمايز إيجابي يعني ما بين الشعبين السوري والمصري، وفي لقاء فكري رباني هيك إنه هادهم بيقربوا بعضهم أو مخالطين بعضهم من أيام زمان، من أيام السلاجقة ومن أيام صلاح الدين الأيوبي، في هذيك الخلطة القديمة القديمة. وبالتالي كان اللقاء أسهل، وكان في بين القيادتين كمان في كان شو بدي يقول إرادة بهذا الاتجاه. عبد الناصر مثل ما قلنا شخصية ظهرت ولمعت على صعيد الأمة العربية، شخصية قومية عربية، وسوريا كان فيها البعث العربي الاشتراكي كمان كان له رصيد كبير في البرلمان، وبالتالي شكر قواتلي ما قال لا. يعني هي تسجل لشكر القواتلي؟ طبعا تسجل، وسجل له مواقف كثيرة. وصارت الوحدة، لكن مثل ما قلت لك كانت مرعبة بالنسبة للغرب وبالنسبة لإسرائيل. ما في يسكتوا عليها، ما في يسكتوا عنها نهائيا. لذلك حطوا ألغام، وجهوا عملاء، عملوا انقلاب بسوريا، انقلاب رجعي طبعا، رجعي بكامل أبعاده، أعلن انفصال الوحدة. عبد الناصر ما كتير استطاع يوصل يحمي الوحدة، لأنه بجوز هون بعت شوية قوات على مطارح ميميل لهون، لكان ما كانت كانت كتير متواضعة، وما كان في شيء، كان الموضوع بالشام ما هو. فلذلك يعني قول انفصلت الوحدة وصارت الثورة مثل ما قلنا، وبدي يرجعوا بالثورة هذا، وبدي يرجعوا عملوا مباحثات الوحدة مع عبد الناصر، لكن عبد الناصر سوريا رفضت الوحدة اندماجية، قالت له لا بدنا وحدة مدروسة. الوحدة المدروسة بمعنى أنه ما يصير لها انفصام بالأخير. كثير من الناس اللي كانوا ببطانة عبد الناصر عملوا أشياء كثيرة ساهمت في فرط الوحدة السورية المصرية بهذيك الأيام. كانوا يحكوا عن ممارسات للضباط، ممارسات كانت كثير فظيعة وكثير منفرة، وكثير اعتبروهم مثل كأنه مستعمرة. اعتبروا سوريا، بعض المصريين طبعا اعتبروا كأنه مستعمرة يعني استعمار. لا خير، نحن ما نقبل حدا يستعمرنا. حتى يعني ربوا هالمخزون الجماهير الشعبي ومشوا مع قادة الانفصال ووافقوا على فك على الوحدة بيننا وبين مصر. لكن مثل ما قلنا وقت اجت ثورة 8 أدار، ثورة 8 طبعا وحدوية، البعث العربي الاشتراكي وحدوي، وبيهمه انه يكون ترجع الوحدة بيننا وبين مصر. فمباشرة دعوا عبد الناصر لمباحثات وحدة،
ويصير تقوم الوحدة ترجع من جديد، لكن على أساس مدروس. يعني كيف تترتب المؤسسات، كيف تترتب القيادة، كيف بترتب الجيش، كيف بترتب التعليم، كيف بترتب طرح الفكر، يعني هالأمور هاي. ليش ما رجعت صارت الوحدة من جديد؟ مثل ما قلت لك، عبد الناصر كان وقتها بده وحدة اندماجية، يعني مثل السابقة، يعني إقليم شمالي وإقليم جنوبي، إقليم شمالي وإقليم جنوبي، وزارة تنفيذية وزارة مكملة أو شيء من القبيل. يعني طبعا لا، ونحن كبعثين كنا رافضين هذا النمط من الوحدة، لأن يعني الوحدة الاندماجية سهل فكها، يعني ما هي مبنية على قواعد صحيحة ومؤسسات دولة، مؤسسات وحدة، يعني مؤسسات دولة واحدة. ما بدها تكون والله في مؤسسة بمصر وبسوريا نفس المؤسسة موجودة تدير الإقليم الشمالي أو تدير الإقليم الجنوبي، لا، مؤسسة واحدة موزعة، إدارات موجودة بسوريا وبمصر بسوية معينة وبنظام داخلي معين، يعني تقاد سياسيا من البلد بنظامها، بنظام الدولة، دولة الوحدة. يعني مو أنه والله نعمل فتوى للإقليم الشمالي وفتوى للإقليم الجنوبي وهذا بيصدر لهذا وهذا، مثل كأنه اتحاد وحدة فيدرالي أو شيء من القبيل فيدرالي. رح نكمل بالجزء الثاني من حديثنا مع حضرتك، ونرجع كمان بذاكرتك لنكسة 67 وحرب تشرين التحريرية، وكتير أحداث عاصرت حضرتك وتكون رحلة بالذاكرة. بشكرك كتير سيادة العميد علي غانم عيسى على كل ما تقدمت به. شكرا لكم وأهلا وسهلا فيكم. مشاهدينا رح نكمل الجزء الثاني بحديثنا مع العميد علي غانم عيسى الأسبوع القادم. انطرونا الأسبوع القادم بحلقة جديدة من حكاية الوجوه. إلى اللقاء.